الله رشاد البابا. طبعا هذا المشروع مشروع تخرج من كلية الهندسة التطبيقية لاستكمال يعني متطلبات اللي هو بكالوريوس في هندسة المعدات الطبية. طبعا هذا كان بدعم وإشراف من رئيس القسم تبعي دكتور لؤي عفانة وعميد كليتنا الدكتور نهاد المغني. طبعا هذا المشروع كان في مراحل انه بيساهم معي بعض الطلاب فيه اللي هو عز الدين ابو خطاب واحمد ابو شماله ورامز عبكيله. المشروع هو عباره عن حقيبه وحده اسنان متنقله. هذه وحده الاسنان متوفره فيها الحاجات الاساسيه الموجوده في وحده او كرسي الاسنان الكامل بحيث انها تساعد الاشخاص اللي ما بيقدروا يطلعوا لعيادات الاسنان في الطوابق العلويه. نحن عارفين انه عيادات الاسنان عندنا في قطاع غزه موجوده في الطوابق العلويه وحتى في فلسطين كافه يعني موجوده في الطوابق العلويه. فهنا احنا قلنا لا لازم نحط لهم حل لهذه الفئه اللي هو كبار السن او ذوي الاحتياجات الخاصه بانه عملنا لهم وحده اسنان متنقله ممكن يتم علاجهم في المنزل او في المناطق يعني على مستوى الارض اللي هو بتسهل عليهم التنقل ما بيبذلوا جهد عشان يروحوا لطبيب الأسنان ويأخذوا حقهم في الرعاية كباقي يعني الأشخاص في قطاعنا. هذه الحقيبة بتحتوي على ثلاث أشياء أساسية اللي هي الشيب سرينج واللي هو السكشن والتوربين. شيب سرينج اللي هو وظيفته التنظيف والإخراج الهواء يعني، والسكشن شفط اللعاب والبقايا الأسنان بعد الحفر، والتوربين بيحفر السن عشان نحن نعمل حشوة أو ما شابه. طبعاً في عنا اللي دخلت هي الحاجة الأساسية في المشروع اللي هو فيه عبارة عن شقين، شق ميكانيكي وشق هيدروليكي. الشق الميكانيكي اللي هو كيف أنا أوفر ضغط الهواء اللازم اللي بتوفره الكمبريسة تاعت الأسنان الأساسية تاعت الجهاز الكامل أو الكرسي، كيف أن أنا أوفرها في حقيبة صغيرة وزنها قليل وسهلة الحمل والتنقل. فهذا كان التحدي عندي وهنا هنا الفكرة بالأساس. فكرة المشروع واللي بنى في وعي إن أنا لازم أحط حل لهذه الفئة هو والدي. أنا والدي مصاب مسيرات عودة ومقعد، ففعليا في يوم من الأيام احتاج إنه يروح على طبيب أسنان، وكان الإشي صعب جدا علي. أنا كنت يعني حضرت الموقف وشفت المعاناة بعيني، كان الإشي صعب عليه وشاق وبذل مجهود كبير عشان يطلع تقريبا للطابق الثالث أو الرابع وهو على الكروسة احنا بنشده وأمرار على الووكر إذا بيقدر يطلع على الووكر. فكان الإشي صعب ومتعب. أنا فكرت فيها يعني من باب احنا كمهندسين معدات طبية ومن باب انه في علينا مسؤولية اجتماعية لازم نحط حل لهذه الفئة، أولهم والدي وتاليهم كمان اللي هو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة المناطق يعني في البلاد. وعندنا كمان شغلة اللي هو في المناطق النائية، طبعاً في عندنا المناطق الشرقية للبلاد ما فيها عيادات أسنان، والإنسان أو الناس اللي بدها تتعالج لازم تروح على وسط المدينة وتيجي هنا عشان تتعالج وتلاقي لها عيادة أسنان. وغالباً في وقت متأخر من الليل، أنت عارف وجع الأسنان صعب. ففي بعض بيكون في بعض دكاترة أسنان هناك فبروحوا بيطبلوا عليهم في أوقات متأخرة في الليل إنه الحقنا بدنا علاج. فلا إحنا بدنا نوفر هذه الوحدة في المناطق هذه عشان يتعالجهم. أصبح إنه في عنا ثلاث أسباب رئيسية خلتنا إن إحنا نفكر في هذه الفئة. أشياء ما مش موجودة أو مش متوفرة بسهولة أنا عانيت لما وصلت لها، كان الإشي صعب. طبعا هذه الأشياء عبارة مثلا الشيب سرينج أو التوربين متوفرة قطع غيار لوحدات الأسنان العادية احنا استخدمناها وعدنا تدويرها انه بدل ما هي بتستخدم في وحدة الأسنان العادية نحن بنستخدمها في كرسي أو في وحدة الأسنان المتنقلة. تمام، في عنا طبعا أكيد استخدمت حاجات مش في محلها يعني ما استخدام لها استخدام آخر وأنا طورتها ووظفتها نستخدمها في المشروع. يعني عندك مثلا ماتور هو عباره عن ماتور ثلاجه، فهو فعليا استخدامه في غير محل، يستخدم كماتور ضخ للثلاجه، احنا استخدمناه عندنا في مشروعنا بحيث انه هو يضخ لنا هواء. عندك مثلا في عندنا طفايه الحريق هي طفايه حريق، لكن احنا استخدمناها وعدنا تدويرها بحيث حولناها لخزان لضغط الهواء.